بسم الله والحمد لله والله أكبر. وقال من الملأ من قوم فرعون من فرعون: أتذر موسى وقومه أن يفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبنائهم يا عاد يرجع لها ينساش، ونستحي نساءهم وهي وجه الآخر من العادات السيئة، وإن فوقهم قاهرون. حنا نقتلنا في أبطالنا وبطلاتنا، ما يلزموش يبقاو خاطر يمثلوا خطر ولا نواة خطر، وفكرهم مش يستمر وينتشر والأمة تبعد من جديد. دونك وبنو صهيون بالمفضوح يعملوا بها مع أخواتنا خاصة الفلسطينيين، وكل من مشى على درب النور درب الجهاد. وأن فوقهم قاهرون، يعني قاهرون يسيرون سو نوجو. Nous allons les maltraiter et nous allons les anéantir s'il le faut. Wassalam.